السلام عليكم يا جماعة، اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد. اليوم بدنا راح نلعب لعبة العجوز المتخلف اللي لازم يروح البيت حقه. زر اللايك واشتراك معنا في القناة، خلينا نجرب اللعبة هذه. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم في اللعبة. خلينا نختار على طول هنا يا جماعة، وهي أول مرحلة عندنا. فكرة اللعبة أن عندنا واحد طبعا متخلف، زين، وضع سيء، مو قادر يشوف الشارع، ولازم تحاول أنك يعني توصل للبيت حقه، تمام؟ هذه فكرة اللعبة. فطبعا هذا هو طبعا ما أدري إيش وضعه، المهم ممكن تقوم يا حبيبي، والله ما ادري ايش فيه، والله ترى ما ادري ايش فيه. المهم خلينا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقه هذه. نوقف، كيف امشي؟ دقيقه، لا يكون بالماوس. اي والله بالماوس. دقيقه، لا لا لا، قوم قوم. دقيقه، شلون امشي يا عمي؟ شلون امشي؟ ثواني، قوم. اقدر اقرب الكاميرا؟ حرك حرك يا حبيبي، لا تمشي بهالطريقة، قوم قوم. انت ليش قاعد طالع الجدار؟ الو الو، قوم قوم. هنحاول دقيقة نقرب، شلون نخليه يمشي هذا يا الحبيب؟ ارجع 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 من جديد، ارجع من جديد. حرفيا ما ادري شلون راح اوقف. لا 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 لا، غلط. كيف الف؟ الو، لا قاعد ترجع ورا، ترى غلط، المفروض ما ترجع ورا يا عمي. شنو اللعبة هذه؟ انا شو مشغل؟ زين، وقف وقف. اي وقف وقف وقف. كيف الف؟ كيف الف؟ هناك 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 هناك. وقف، يا سلام يا سلام. لا، اكيد جيم اوفر يا عمي، انا مو قادر اوقف وامشي من جديد، مو قادر اوقف وامشي. ايوه، ايه هناك 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 هناك. ما عليه، حاول حاول. يلا 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 يلا، روح روح، لا تلف. ايوه، لا عمي كيف عبدي؟ أصلاً هذا بيته وين؟ ترى ما أدري بيته وين، عشان أكون معاكم صريح يا جماعة، أنا ما أدري بيته وين. المهم قوم قوم. إيه، أصحى 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 أصحى. صح 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 يا الحبيب، صح صح صح. قوم قوم، لازم أعبر الشارع ولا شنو؟ ترى مات هذا ولا شنو؟ قوم قوم. زين، لا احنا يا جماعة مستحيل نعدي مرحلة واحدة في هذه اللعبة. نوط، قوم نوط، قوم سو اي شيء، قوم قوم يا كريم، قوم يا فاشل، قوم وقف. اي يا عمي، قوم قوم يا عمي. يا الله، يا الكره اللي فيه، ايش قاعد تسوي؟ قوم قوم. يلا 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 يلا، قوم. راسك، اي راسك يا عمي، راسك. ما ادري ايش اسوي معاه، قسم بالله ما ادري ايش وضعه. يلا قوم 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 قوم. ايه 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 ايه، سلام عليك سلام عليك. وين نروح؟ هناك. ابى اعبر الشارع بس مستحيل مستحيل نعبر الشارع. يلا يلا يلا، قوم. زين، يا ليل يا ليل هذا. اوكي اوكي، ما عليه، احسن من ولا شيء، احسن من ولا شيء، احسن من ولا شيء. روح، حاول تعدي حاول تعدي حاول تعدي حاول تعدي حاول تعدي، مستحيل انك تعدي. تدرون، خلينا نجرب نروح الدراجة، خلينا نجرب نروح الدراجة. اوكي، يمكن الدراجة تفيدنا. روح روح روح، تعبتني. لا لا، خل لا تروح الشارع، لا تروح الشارع، لا تروح الشارع، الشارع ما يمديك عليه، الشارع ما يملك عليه يا اخي، الشارع ما يملك عليه. يلا امشي 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 امشي. اي اي
ايه ايش نسوي؟ ها وش فيك؟ لا لا تلف لا تلف لا تلف لا تلف، كمل كمل طريقك كمل. ما ادري من وين نروح، المفروض ما نعبر الشارع، يعني صعب انك تعبر الشارع في اللعبة هذه. ايش كايس فوق؟ خلينا نجرب نروح فوق. يلا اركب، اقوم قوم 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 قوم. فشلتنا، قوم يا عم، قسم بالله فشلنا يا عمي. حرك امشي يا عمي، نام على الزبالة الله يكرمكم. ما هذا ما يدري، مات ما تحمل الريحة، يقهر قسم بالله يا جماعة، يقهر. ايش وضعه هذا؟ ميت والله. قام دامك ذكي للدرجة هذه، ليش ما تعدي؟ صح، ليش ما تمشي؟ ليش ما تمشي يا أخي؟ ليش ما يمشي هذا؟ زين هنجرب نروح الجهة هذه. هو يمشي شوف ايش وضعه يا حبيبي. صح قوم. اي هذا ما يشوفني، يعني ما يشوفني مو قادر امشي. والله ما لومه شاف واحد متسدع في الارض قال ايش وضعه هذا. قوم ايه يا خرا، قوم. ايوه خليك الجهه هذه. والمشكله انه شنو؟ انك ما تدري بيتهم وين، يعني انت لا 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 لا، بيجي صاحب الدراجه. قوم الدراجه، لا قوم. هذا يقهر يا اخي، شو اسوي معاه؟ قوم. هي صح يلا حبيبي، بتقوم ولا لا؟ ايوه متنا ما راسني بس انت قوم قوم. ايش قاعد تسوي؟ شوفوا متى وقف. يا الله يا جماعة، هذا كل اللي اقدر عليه صراحة. اللعبة جدا صعبة. زر اللايك والاشتراك، ونشوف مع الخير بدنا في حلقات اخرى. مع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطورة تتناقل على كل فم. باشتراكك تنضم، وهذه اسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.